ربنا مديني كل حاجة. وبعدين هقول لك حاجة، نعم. أنا وقفت لكن ربنا بعت حد تاني، أختي نيلي. نعم. شوفي حالك فيها. طبعا يا بنتي إن شاء الله الليلة نسمع صوتها، إن شاء الله نسمع صوتها. يعني بص هقول لك حاجة، نعم. نيلي بنتي بعتبرها الحاجة اللي أنا ما شفتهاش في مسيرتي، ربنا الحمد لله اداها في نيلي. نيلي ولا تخبيش يا زين. اسمحي لي قبل ما أمسك صوت لأشوف إذا رح تعرفي حضرتك عبر التليفون. ألو. ألو مساء الخير. ألو. ألو. ألو مساء الخير. ألو. مساء الخير. مساء النور. كيف أحوالك؟ قمر قمر. مين أنا ولا؟ انتوا الاثنين قمرات. كتر خيرك. ازيك يا حبيبتي؟ ببعت لك بوسه. وانا كمان. اوعي تعيطي يا حبيبه قلبي. اوعي تعيطي. بعيط يا فيروز من جمالك. لا يبقى خلاص يا فيروز. وانا بعيط من جمالك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ما تخلينيش اعيط يا نيلي. حبيبه قلبي فيروز، انا عايزه اقول لك، عايزه اقول لك حاجه يا حبيبتي. دلوقتي طبعا مع احترامي الشديد قوي لانور والدي وعبقريته، هو عبقري بس انت عبقريه، وانت لو ما كنتيش فيكي كل الموهبه دي انور والدي ما كانش حط فلوسه تحت رجليك علشان يعمل منك فيلم. انت بتتكلمي على انور، ده فضل منك واخلاق منك، وطبعا كلنا بنعتبر الاستاذ انور والدي كان حاجه كبيره جدا. بس انا اذكر مره ان والدي حكالي، ان انا طبعا ما كنتش موجوده ايامية، لكن والدي حكالي بعد كده انك انت نفسك كنت بتقولي له على افكار يعملها، كنت بتدي له افكار في الفيلم، وكنت بتقولي له على حاجات. انت بتتكلمي بتواضع شديد جدا، بس الموهبه اللي فيكي مش موجوده في اي طفله ظهرت في الدنيا كلها. ربنا يخليك يا نيل. انت بتحبيني انا قوي كده عشان انا اختك. بتشوفي حالك فيها لنيلي؟ اه طبعا. بتشوفي انك مستمره من خلال انا قلت لك قبل كده بحس نيلي دي بنتي، وكانت الاول لما اي افلام اي حاجه لحد دلوقتي لما بيجي لها سيناريوهات، ولو ان انا بعيب عليها من النوع اللي بترفض كتير قوي قوي قوي، ودي كانت دي مشكله من المشاكل اللي انا ونيلي بنتناقش فيها. يعني نيلي اشتغلي، نيلي اعملي، ليه كده الزمن؟ يعني دلوقتي الفن ما بقاش زي الاول. انا بحييها بحراره لنيلي، خصوصا انه كانت ضيفتنا مش من وقت كتير بعيد، وكان يعني متالقه زي العادي. ولكن مع احترامي لوجهه نظرها اللي عم بتقولها حول يعني انور وجدي وحول شغلك، يعني بنلاحظ انه الافلام اللي عملتيها مع انور وجدي كانت هي الانجح، يعني سواء كانت من انتاجه او سواء كان هو مشارك فيها. بينما يعني صوره الزفاف مع حسن عامر لم ينجح هذا الفيلم اطلاقا. فيلم الحرمان مع عاطف سالم